تعالي بقى نروح لأسود فاتح اللي بيتعرض لك دلوقتي. ايه رد فعل الناس على المسلسل؟ والله هم الناس مش كلها شافته لانه هو بيتعرض دلوقتي على شاهد وما بيتعرضش على التلفزيون. طبعا انت عارف المسلسل بينتشر اكتر لما بيبقى معروض على التلفزيون. اوكي. فلسه يعني في طبعا شويه ردود افعال الحمد لله والشكر لله حلوه جات لي بقى على الفيسبوك من اصدقائي وكده، ومن برضو ناس يعني مش اصدقائي لكن بيخشوا لي وبيدوا تعليقات مبسوطين يعني من الشغل. طب انت شايفه ان عرضه على منصه ده مش في صالح الجمهور ولا لا؟ هو بيخلي بس نسبه المشاهده مش عاليه زي التلفزيون. يعني الناس عماله بتقول المنصات هتاخد من التلفزيون، انا مش معتقده ده لانه برضو في الاخر ايه، انت قدام التلفزيون بتبقى دايما مستني انك تقعد ايه تشوفه في ميعاد معين مش عارفه ايه، صحيح التاني بتتفرج عليه وقت ما انت عايز، لكن برضو التلفزيون له سحر خاص زي بالظبط السينما. صحيح الناس ما بقتش بتروح السينما كتير، لكن قبل كده كنت تحب تتفرج على الفيلم في السينما اكتر من اي حاجه تانية، فكل حاجه وليها متعتها. طب ايه المختلف في هيفاء وهبي بعد ما اشتغلتي معاها؟ هيفاء وهبي ست جميله جدا 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 لاقصى درجه ممكن، يعني انا تعاملت معاها طبعا انا في الاول قلت دي دلوعه ومش هتبقى مستحمله الشغل وهتقول لا كفايه المشهد ده وكفايه المشهد ده، لا 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 لا، انا شفت واحده تانية، شفت انسانه مجتهده بتحب شغلها جدا ويعني عايز تعمل حاجه حلوه، بتحب اللي قدامها كمان يبقى حلو وتقعد كده يعني عارف تدي لك المساحه والفرصه انك انت تعمل حاجه حلوه. يعني انا بصراحه شفت فيها حاجات حلوه جدا وجدعه وبتيجي ملتزمه في مواعيدها، شفت فيها حاجات حلوه.